بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده مفيش ماتشات اوروبيه ولا محليه، قررنا ان احنا نتكلم على الشر الاكبر في الكره المصريه. لا مش وزير الشباب والرياضه العين احمد مجاهد خالص، احنا جايين نتكلم على التحكيم. التحكيم المصري اللي لسه بيعاني من كل المشاكل كتير قوي اللي كانت موجوده من 10 20 سنه، هي نفس المشاكل هي. ليه كل ده؟ احكي لك القصه بكل بساطه وبكل هدوء. عايز تبقى حكم لعبت كره قبل كده سنتين ثلاثه في اي مركز شباب او اي نادي او حتى في دوره رمضانيه ليك لعبت وعملت علاقات كويسه مع مركز الشباب اللي انت بتلعب فيه الدوره، هتطلع تقول لهم انا عايز اعمل افاده ان انا لعبت مركز شباب عندكم هنا سنتين او ثلاثه، وتروح تقدم فيها للتحكيم في مقابل انك لازم تكون وصلت لسن 25 سنه، لان بعد 25 سنه ممنوع انك تقود اختبارات التحكيم. وقتها تخش تسحب لك استماره ب 100 جنيه وتدفع ثمنها وتكتب بياناتك وتقدم على اختبارات التحكيم، وربنا يكرمك هتنجح في امتحانات النظري، هتغش من زميلك، هتظبط اي حد جنبك، المهم هتنجح في امتحانات النظري. ايه العامل بقى اللي فيها مشكله؟ لو لقطتك البدنيه تعبانه شويه هيكون عندك مشكله انك تعدي كوبر، لان الموضوع في كوبر بالثانيه حرفيا ممكن تلاقي نفسك ان انت عندك انذار وانذارين وتلاقي ان انت اتطردت بره الاختبار، فهتلاقي ان انت عندك مشكله. فانا بقول لك من البدايه لو صحتك حلوه ولياقتك البدنيه كويسه بعد ما بطلت كوره روح اعمل اختبار تحكيم وهتلاقي ربنا وفقك. وقتها هيقول لك ان انت لازم تبدا من الناشئين ولازم تبدا كحكم راية، لان ما حدش بيخش الساحه بسهوله، الموضوع بيبقى سهل. فتاخد لك اول سنه شويه تحاول تعمل علاقات، تحاول تظبط رئيس المنطقه اللي انت فيها علشان خاطر يديك ماتشات اكتر، تحاول انت تظبط الحكام علشان خاطر اول ما يتقال لهم ان انتوا هتطلعوا النهارده فيتصلوا على الراجل ويقول لك ان انت لازم تطلع معانا عشان والله الولد ده كويس والولد ده يجي منه والولد ده كويس جدا، وتلاقي ان انت بتاخد ماتشات كتير وبدات الموضوع تجازي والموضوع بدا يبقى ماديا مقبول، فتحب انت الموضوع. وقتها تقرر ان انت محتاج تظبط حكم انت طالع معاه النهارده رايه يديك الصفاره وتنزل انت الملعب. وتنزلت الملعب بقى خلاص بقت باشا، مفيش حد يرفع لك ويقول لك دي اوفسايد وتقول له تمام، لا كمل عادي الكره اتقطعت خلاص كمل عادي كمل عادي، محدش يقول لك الكره دي ضربه جزاء وانت تقول لا انا صاحب القرار بقى انا خلاص مسكت الصفاره، وتلاقي ان انت بسم الله ما شاء الله بقت كويس مع علاقاتك الحلوه، ماتشاتك بدات تكتر، دخلت ترقي بقت درجه ثالثه بقت ثانيه بقت اولى، خلاص بقى عينيها الممتاز. طبعا كل ده انت عملت تعمل شويه علاقات علشان خاطر لو ما خدتش ماتشات هتطلع ترقي ازاي، فطبيعي انك عرفت الشغلانه ماشيه ازاي، عرض اكتر تاخد ماتشات اكتر. بس المشكله الكبيره انك هتلاقي زمايل ليك اسوأ من اللي انت بتعمله كتير، يعني هتلاقي ان انت بسم الله ما شاء الله يعني بنسبه 60% بتعرض و40% ماشي بمجهودك، هتلاقي لا زمايل ليك 100% تعريض و2 جنيه ونص مجهود. هتقول لي لا 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 الكلام اللي انت بتقوله ده عيب، في ناس مجتهده كتير جدا. اقول لك مع الاسف دول بيبطلوا تحكيم بدري لانهم مش بياخدوا ماتشات كتير اساسا علشان خاطر دخلوا في الطريق الغلط. يا جماعه الموضوع مش بالكفاءه خالص، الموضوع كله بالكفته، ظبطت رئيس المنطقه تاخد ماتشات اكتر، ما ظبطتوش هتفضل منسي. فدلوقتي ربنا كرمك بقى ووصلت لمرحله ان انت عايز تاخد في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز الموضوع صعب جدا عليك، ليه؟ لان انت بتبقى مطالب منك انك خلاص بقى تعدي كل المراحل وتوصل للجنه التحكيم الرئيسيه علشان خاطر تحاول تعمل علاقه مع اي حد فيهم علشان خاطر يرشحك، طبعا بعد ما ظبطت رئيس المنطقه اللي انت فيها علشان خاطر يوصي عليك. وبعد ما وصي عليك وربنا كرمك وخدت ماتش اعرف ان الناس اللي معاك في المنطقه هيحقدوا عليك وهيبقى مستنيين لك الواقعه الكبيره، فانت وقتها ظبط اللي فوق علشان خاطر لو وقعت تلاقي في حد يوقفك علشان اللي تحت مش هيوقفوك، بالعكس تماما. انا بقول لك احسن انه فشل علشان خاطر ما ياخدش ماتشات في الممتاز ويعلي اسمه واحنا نفضل سايقين، فهتلاقي ان انت في منظومه باسم الله كلهم انتوا مش طايقين بعض، الموضوع صعب جدا. كل اللي انت هتبقى مطالب انك تحافظ عليهم هم الناس الكبيره اللي انت عرفتهم في لجنه الحكام الرئيسيه علشان خاطر تقدر تاخد ماتشات. ربنا يكرمك ووصلت انك بتاخد ماتش اهلي او زمالك مع فرقه صغيره لانك لسه حكم مغمور، هتلاقي ان انت لازم الاهلي والزمالك يكسبوا الماتش ده، لازم يكسبوا باي طريقه بقى علشان خاطر ربنا يكرمك ومحدش يجيب سيره الحكم باي حاجه يقول لك الراجل ده كان ممتاز، تلاقي ان انت كده بعد الماتش جالك اتصال وتقول شكر لكل الناس اللي وصلتك، تبدا بقى رئيس المنطقه بتاعك وتتكلم بقى على الناس الكبيره اللي هي في اللجنه الرئيسيه كويسه جدا، وما تنساش كده انك تذكر رئيس لجنه التحكيم الرئيسيه بكلمتين علشان خاطر تفضل تاخد ماتشات. واوعى وفي عز كل ده اوعى تامل لاي واحد صاحبك وتقول له ان المجال ده وسخ وان انا باخد ماتشات عشان بعمل 1 2 3، لان صاحبك ده لو في المجال معاك في التحكيم مش هتشمها تاني، لان بسم الله ما شاء الله هتلاقي ان هو راح فتن عليك لكل الناس اللي انت اتكلمت عليهم بطريقه سيئه. فانا بقولها لك من البدايه كده، اوعى تامل لاي حد في مجال التحكيم لان كله هيحب يديك اسفين في ظهرك، فكمل بالطريقه اللي انت مكمل بيها في البدايه. احنا قررنا ان احنا نقلب احمد موسى عشان خاطر ناخد ماتشات علشان خاطر السبوبه تجيب همها، فوقتها خدت ماتشات اهلي وزمالك وبدات تاخد ان انت ماتشات متوسطه الجدول اهلي وزمالك، وبتلاقي ان انت بادئ في منافسه وكده. برضه خليك ثابت على وضعك، الاهلي والزمالك لازم يكسبوا علشان خاطر لو خسروا الجمهور هيحطك بلاك ليست، ولو اتحطيت بلاك ليست هتلبس في الحيط، فوقتها هتقول لا احنا خلاص بقى في 2020 وفي فار،
لا ما الفار فيه مشكله ان الاخراج عندنا في مصر بعافيه شويه، فاي حاجه بيقولوها بيقولوها لك في السماعه اللي هي بالصدفه ممكن تكون شغاله معاك لان اغلب الوقت بتكون عطلانه، قول لهم يا جماعه انتوا عايزين ضرب الجزاء، كمان ضرب الجزاء لو ما حسبتهاش الجمهور هينفخك يقول لك الفار قال لك عليها وانت ما حسبتهاش فوقتها انت اللي هتتحاسب. فلا يا جماعه ضرب الجزاء تمام، ضرب الجزاء البنا جات له في ماتش الزمالك، ماتش الاهلي والزمالك يا جماعه ضرب الجزاء، يا ابني علي لطفي ما نسوش ضرب الجزاء، محمد الحنفي الفار قال له لا ده مش ضرب الجزاء، تمام يا جماعه مش ضرب الجزاء. ف الفار عايز ايه؟ تم كمل معاه علشان خاطر اي مصيبه تحصل لبسها في الفار يا اسطى، هم اللي قالوا لي ان الكوره ما فيهاش ان الكوره ضربه جزاء وهم اللي قالوا ان الكوره ما فيهاش ضربه جزاء، يبقى المشكله فين؟ في الفار. انا قلت لك في المجال ده عايز ربنا يكرمك بيع اللي جنبك، بيع اللاين مان اللي طالع معاك الماتش ده اساسا، لو في اي حاجه قول المشكله فيه هو، هو اللي ماليش على الكوره ان هي فاول. فعشان تفهم ان انت تنجح في التحكيم المصري دي الوصفات اللي انا بقولها لك بناء على تجربه وبناء على حاجات. او ما تنساش يعني لو في حكم كبير كده ماسك واحده من اللجان اللي هي موجوده في اللجان الفرعيه في الاتحاد اوعى يحطك في دماغه، لان انا اعرف واحد حكم ممتاز جدا وحكم جيد جدا وحكم مبشرين جدا ما بياخدش ماتشات دوري ممتاز لان الحكم ده حاطه في دماغه، فالموضوع بالنسبه لك هيبقى صعب شويه لو حطيت حد من الحكام اللي هم كان بيقال عليهم حكام كبار مع انهم كانوا كبار في السن لا اكتر ولا اقل، فما تحطش حد في دماغك علشان خاطر ما مش تاخد ماتشات في الدوري هتلاقي نفسك بتاخد درجه ثانيه وثالثه، بذمتك مش صعب عليك بجد والله يعني. والله العظيم ثلاثة انا بهرج الكلام ده كله بيحصل عندنا في التحكيم في مصر، ففي الاخر ما تجيش تقول لي لا البنا او الحنفي او مش عارف مين او مين، واحد باخد ماتشات بالطريقه دي مطالب منه انه جوه الملعب يكون حكم عادل والكلام ده، يا جماعه مش هنشتغل نفسنا، المنظومه كلها سيئه ومفيش اي حد في اتحاد الكوره بيحاول يطور منظومه التحكيم، كله بالعكس معروف ان هي واقفه على ناس، وجيه احمد بيمشي بيجي عصام عبد الفتاح، عصام عبد الفتاح بيمشي بيجي جمال الغندور، جمال الغندور بيمشي بيجي بلاك، كلهم هم الثلاثه قاعدين يلفوا في نفس الدائره. فانت بتتكلم على تطوير لجنه التحكيم ايه؟ انت بتهرج ولا ايه؟ فلما تلاقي ان الاهلي بيشتكي من التحكيم اعرف الاول التحكيم منظومه بتتبني على ايه؟ ولما تعرف ان هو منظومه بيتبني على ايه وقتها تعرف ان الناس دي زيهم زي الجوكر، هم عباره عن ناس مظلومه في منظومه مظلومه وصلوا لاماكن بالصدفه وبالتعريض وان هم عرفوا يعرضوا كويس علشان ياخدوا ماتشات كويس. يا راجل ده في حكم معروف ان هو بياخد ماتشات اهلي وزمالك كتير علشان خاطر مسنود وعنده علاقات بس، انما هو جوه في الماتش ملوش اي 60 لازمه ولا ليه اي شخصيه. ومش عايز اقول لك ان الحكم ده اول حرف باسمه سين عين، اول حرف باسمه سين وتاني حرف باسمه عين. لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الدرجه ده ما راح يبلغ عني. هي دي قصه التحكيم في مصر. لو ما عجبتكش ومش مصدقها روح اسال اي حد من تعرفه في عالم كره القدم وقول له الحكام بياخدوا ماتشات ازاي هيحكي لك القصه كلها.